راضي انت خطيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف بدنا نولع الجو والجو يولعنا نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا بدنا نولع الجو والجو يولعنا نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا بدنا نولع الجو والجو يولعنا نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا بقلك انا يا ري نضيع درب البيت بقلك انا يا ري نضيع درب البيت والبيت يضيعنا يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار عيش الحب وضلك حب خلي السهرة تشرق نار يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار يا قلبي ضل سهار وغني ليل نهار عيش الحب ضلك حب خلي السهرة تشرق نار إلك أنا يا ريت نضيع درب البيت إلك أنا يا ريت نضيع درب البيت والبيت يضيعنا لا تسأل نحنا مين نحنا وسهرانين لا تسأل نحنا مين بدنا نرقص بدنا نغني بدنا نبقى مبسوطين نحنا وسهرانين ما تسأل نحنا مين نحنا وسهرانين ما تسأل نحنا مين بدنا نرقص بدنا نغني بدنا نبقى مبسوطين إلك أنا يا ري نضيع درب البيت إلك أنا يا ري نضيع درب البيت والبيت يضيعنا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا ونتمنى تقضوا وقت حلو تتبسطوا عندنا النهارده في اربعه شارع الشريف والنهارده عندنا اكلات حلوه قوي مع اميره فهم يا اهلا وسهلا اهلا بيك متالقه ما اقولكيش التالق ما حصلش اكلك النهارده عاملين فطاير بالعجينة اليابانية بفطاير التونة وعاملين جاتو شاتو مين؟ جاتو شاتو جاتو شاتو جاتو القصر كيكة القصر مال حاجة ماري أنطوانيت خالص وي. خلي بالك من المقصدة وي تيجي تقص رقبتك على طول اهلا بيكي بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع اميره فهمي عندنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب بعد كده تطل علينا ست نيس مميت حات خلاص دي بقت الحركه بتاعتك على طول على طول انت تمشي كده انا ما فيش اندمج يا زكريا على طول اهلا وسهلا عامل ايه عامله ايه اخبارك انت ايه النهارده كلامنا عن ايه النهارده هحكي لك حدوته مسليه جدا وحاجه بنستخدمها كل يوم بس مش عارفين اصلها ما تقوليهاش مش هقولها طبعا ايوه عشان نشوقك مفاجاه عشان نشوقهم مفاجاه اهلا وسهلا بعد النسمة عندنا عرض ازياء النهارده معانا مصمم ازياء مش اول مره يشرفنا وجانا قبل كده وبهرني النهارده هيبهرنا اكتر بفساتين افراح وذوق اهل دمياط وما ادراك اهل دمياط احلى شغل تطريز احلى اقمشه
ده غير بقى كمان الاكلات الحلوه بتاعتهم، ده غير كمان بقى الاساس الحلو والقيمه والذهب والحاجات الجميله. والنهارده معانا مصمم الازياء استاذ احمد ابو دنيا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام والله. وازاي اهل دمياط؟ 10 على 10. فله انتوا والله فله. هنشوف ايه النهارده؟ هنشوف كوليكشن خريفي لزفاف في 2024 ان شاء الله. اوكي منورنا. ده نورك. اهلا وسهلا بحضرتك. ما دام في عرض ازياء ويبقى ايره وبنات الشارع الحلوين جايين متعلقين قوي قوي قوي. هم ازيك يا حاجه فيكتوريا؟ اهلا وسهلا. هلو ايرا، انت حلوه النهارده؟ مودك مش حلو ولا ايه؟ فله فله. ايوه كده. اهلا وسهلا. حلوين انت الاثنين مزقططين. طيب كويس. عندنا كمان النهارده فرقتي مزازيكي مع المطرب الجميل الاستاذ مؤمن خليل. اهلا وسهلا. اهلا. مساء الفل. سنور الهنا على الموجودين هنا. هنغني المليونيرات. هنغني المليونيرات. فين و... اهو المليونير الكبير. المليونير بتاعنا ده. هتقول لي هلو هلو قول اي حاجه بصبح عليك. مليار كده ونتكلم. مليار. اه صح. يلا نسمع الاغنيه دي بعد كده فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم في المطعم مع اميره فهمي. خليكم على لو سمحتوا. مزيكا. بحلم وانا معيش ملعنش الازمات وانا ويايا بعيش زي المليونيرات بحلم وانا معيش ملعنش الازمات وجناني ده عين العقل والعقل ده دق بيعيش جناني ده عين العقل والعقل ده دق بيعيش وجناني ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زيه انا احب اسهر للصبح وعمري ما اروح بدري احب اسهر للصبح وعمري ما اروح بدري مخلوق رابط للنص والعمر بقيته السهر وبصاحب كل الخل البيت صاحبي والفقري وبصاحب كل الخل البيت صاحبي والفقري واتعشى باب الخل وافطر على البحر البحري اجي اتغدى ملاقيش ملعنش الازمات وانا ويايا بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعنش الازمات وانا ويايا بعيش زي المليونيرات بحلم وانا معيش ملعنش الازمات بحلم وانا معيش بحلم وانا معيش انا بحلم وانا معيش اهلا وسهلا. اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. النهارده عندنا اكلات حلوه ومعجنات وكيكات وشوكولاتات وحاجات حلوات مشاهدينا الحلوين. واميره النهارده جايه مزقططه. انت بتعملي كده ليه؟ عشان مزقططه. اخبارك ايه؟ بصوا يا جماعه اول ما دخلت النهارده على الشارع كانت جايه من هناك. انا النهارده كويسه جدا. انا النهارده حالي حلو قوي. قلت اه دي عندها اكتئاب رسمي. نعم. اصل كويس ما بيقولش على نفسه كويس. انا كويسه جدا. انا مش قصير انا طويل طويل منك لله يا سيدي جبتولي كافيه. اخبارك ايه؟ زي الفل. حلو يا رب. ايه ده؟ لبس السجون اللي انت لابساه ده حلو قوي. اه لبس الايه؟ السجون. سجون اه. المقلم زمان دايما ريز. الافلام بتاعت زمان كانوا يجيبوا المساجين لابسين ابيض باسود مقلم. اه ده ريز وغنم. اه الثاني ريز. ريز عريض. صح عندك حق. اخبارك؟ الحمد لله. ما هذا الشيء؟ ده دي فطيره جميل قوي قوي قوي. العجينه نفسها جديده.
خلاص، واللي جوه بقى فيها تونة وجبنا شيدر. وده حلو قوي. ايه ده بقى الحلويات دي؟ ده جاتوشة وشفت مقطعها حلو. حلو ازاي؟ ورصة، محدش فيكم يعرف يرص الرص. لا ومقطعها بالبرجل. يعني مش عارف ازاي انت. محدش هيعرف. مش هديك السر. بص يا جماعه، هتقولي الجاتوه اللي هي عاملاه ده، عشان بس هي جايبه الجاتوه ده طبعا مش متقطع، جايباه في صينيه معمول وابتدت تقطعه مربعات، فهو طري جدا وعليه من فوق صوص الشوكولاته، فجت قلت لها استحاله يتقطع، ما هو مش ممكن يتقطع. فجت بقى تقطعه، مش عايز اقول لكم المنظر كان عامل ازاي. وبقيت ابتدت بقى تليك وانا فضلت ابص لهم بقى كلهم وكل واحد بقى قعد يفتي، يعني كل واحد فتح. قلت لهم عايز القطعه المدوره المحديده دي، رحت جايبها غرزها لففها رافعها كده نزلها في الطبق. انا اللي عملت ده كله على فكره. على فكره بعد كده هخليهم يصوروني وانا بغرف طبقكم عشان انتوا جننتوني. انا اللي عملت كل ده برضو. اقول لها ايه دي يا معد يا معد مجهود. سلمتي على مهند؟ يس. اهو شاوري له بس عشان هو اللي على كاميرتك. قولي لنا بقى عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالحادق. يلا فطيره التونه. يلا ماكيش نضاره؟ لا ما انا هعمل عمليه. طب ان شاء الله. فطيره الجبنه والتونه. للعجين بياض بيضه، كوبايه ونص لبن، نص كوبايه زيت، معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره، 4 كوبايات دقيق مخبوزات، معلقه صغيره ملح، ربع كيلو جبنه شيدر اصابع، وعلبه تونه، كوبايه زبده، وكوبايه فلفل الوان، كوبايه بصل، 2 معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره 2 معلقه صغيره خل، ومعلقه ملح. للوجه بقى صفار البيضه بتاع البياض، ومعلقه كبيره لبن، وهنرش على الوش السمسم بس. خلاص. شوفي سيد قاعد هناك متفرج. كرو برنامجي I love you، بحبكم قوي يا اولاد. هنيجي على النار. ايوه. هنحط، انا هعمل حاجه زي خميره او حاجه زي كده. حطيت شويه من اللبن واحط معلقه دقيق. عارف انك هتعمل ايه. انا اسف. ولو كلكعت قوي ممكن نحط نقطه لبن كمان. انت مسكومه؟ لا. عندك رشح؟ لا ماشي، مجهده بس. خلاص اول ما تمسك هتبقى عامله زي، لا للكاميرا مش ليا. هتبقى عامله كده. ايوه بالظبط. خلاص هنشيلها من على النار ونسيبها تبقى دافيه. دي في النار يعني. دي زي حاجه بتساعد العجينه ان هي تبقى هشه وطريه ومقرمشه من بره. لبن ودقيق، بلفهم على النار كده لغايه اما يبقوا ماسكين نفسهم. نعمل العجينه. يلا العجينه نفسها بقى لما بردت بقت بالشكل اللي ده. هناك ده لما برد. بقت بالشكل ده هنحطها في العجان. أيوة. لما بردت بقت عامله زي الجيلي. بلوزه لما بردت. مش دي بلوزه؟ وبعدين هنحط عليها. خلاص هنحط عليها بقى بياض البيضه. اوكي. والخميره. ماشي. خميره يا اميره. والسكر. وسكر. اوكي. وهنقلب. يبقى حطينا ايه؟ الخميره اللي احنا عملناها اللي على النار، ومعاها الخميره اللي هي البودره. وهي دافية. والسكر. احنا حطينا سكر. والسكر هنجيب بقى الملح. ملح؟ وهنحطه على الدقيق. معلقة ملح صغيرة. وهنبتدي بقى نضيف الدقيق شوية شوية بالتبادل مع اللبن. حاضر. نحط شوية من اللبن صغيرين كده. حط دقيق حبه حبه. ايوه. بالزيت. الزيت اللي في المقدار. مه.
العجينة اللي احنا عملناها على النار دي بتخلي العجين هايش وحلو قوي زي بتاع الفرن. فلافي كده ونافش وجميل قوي يعني زي القطن كده. ماشي. بسكت؟ تحطش لبن تاني؟ هي هتلم؟ عايز اشوف حط تانية دي؟ لغاية ما تمسك بقى تبقى عجينة عادية خالص كده. وريلي بقى كده. وريك. خلاص اتلمت من الجناب. لا لا استنى ولا حبه صغيره؟ لا ما هو استنى لغايه ما نشوف، لازم تلم من الجناب وتبقى طريه. هي لمت ما لمتش قوي من الجناب لسه شويه. يبقى لا مش هنحط لون تاني. لا خلاص. هيتفضل لنا بره بقى اللبن وصفار البيضه كلهم على بعض. هتلم خالص ولا ايه؟ بس ما لمتش. يبقى احط دقيقتين. شفت لما زرعت المضرب فكت، معناها انها عايزه دقيق. وشويه زيت. الغالب بتاخد دقيق كله. العجين ده حاجه لازم تاخد وتدي كده مع بعض. يتعامل مع تحس انه فاهمك. كده ابتدت تلم، هتبقى عجينه ناشفه. لا طريه. العجين الطري بيبقى فلافي وهايش وجميل زي القطن كده. بص كده. مظبوط. ايه رايك؟ بص بقى. هي بص هي طريه وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. يبقى كده كفايه. خلاص كده تمام. هنسيبها بقى، هنسيبها تخمر لمده ساعه وبعدين هنبتدي بقى نشتغل فيها نشوف شكلها بعد ساعة الحجم. هتبقى شكلها ايه. طب نعمل الحشوه بتاعتنا. عندنا حشوتين، عندنا الجبنه الصوابع شيدر او اي جبنه، دي تونه، حطيت فلفل الوان وبصل كتير وملح وشوية خل. ملح وشوية خل. ممكن بقى تنكهوا زي ما انتوا عايزين، تحطوا نكهة في ظريف جدا مع الكلام ده، الكمون الحصى خطير. او اطلع ده من هنا. ملح وفلفل وخل، ممكن ليمون. اقلب دي. هقلبها على الدقيق. مفيش دقيق فاضل كتير. لا في عندنا عندنا هنا ده اهو. حط ده. لا اهو. الله، ليش قلتي اللي انا حطيته؟ علشان ايه بوخجي؟ هستعمله. ماشي. يلا. دقيق بتاع شريف. خلاص دي هقسمها على 8. عايزه ايه؟ العجله. بالنص الاول وبعدين على 4. ده كل
كل واحدة هاخدها وهعملها كورة وهسيبها ترتاح لمدة دقيقتين لغاية ما ابتدي اشتغل في بقية العجينة تاني. مش هتحطيها في زي؟ لا هتحطيها في زي؟ اللي هبل دي مية. وايه الورقة؟ الكورة دي، الورقة دي، الورقة دي دي مية. اجيبها يعني؟ هبلها مية. خلاص المفروض ان هم يبقوا الكور طبعا قد بعض. وبعدين نبتدي نشتغل في اول واحده عملناها. جيبي ايه بقى؟ النشابه. ممكن افردها بايدي ممكن بالنشابه زي ما عندكم بقى امكانيات البيت يعني. النشابه دي جميله قوي بحبها محترم. بعدين هنفردها على شكل دوريه بس اهم حاجه الدقيق يبقى عشان ما تلزقش. بس عايزه فرشه. هتفردي كام واحده؟ مش هنقدر نعملهم كلهم. لا اتنين اخر التلاتة. ماشي خلاص بفردها دورية. الزبدة ماشي. وبعدين هنقوم نقسمها كده ونرفضها. بعدين في جنب هنحط فيه الجبنة. مش هتحطي الحشو؟ هنحط ده. هنتنيه كده قرطاس كده كده. الناحية التانية هناخد معلقة مش كبيرة هنا تاني؟ لا خلاص كفاية. وهنلفها كده بالعكس. ده عكس ده. بعدين الصينيه بقى هناخد دي هنبلها ميه. سي هناخد دي مش فاهمين ايه دي. دي ورقه. هنجيب ورقه زبده اهي هنكرمشها كده نغرقها ميه. ليه بقى؟ علشان ما تلزقش. عشان ما تلزقش وبتشتغل معاها. فين؟ هنحطها في الصينيه. افردها؟ هنفردها كويس. ده اول مره نعمل الحركه دي. جميلة أو لا مش فاهم ليه؟ عشان ايه اللي ما يلزقش؟ علشان العجينة ما تلزقش. الورق تقدر تشيله بسهولة. والله فهمت. ماشي خلاص. بصوا بقى هتعمل ايه؟ هندهنها بقى زيت او زبدة تفر من كل الجوانب من فوق. كويس. وهنرص دول بقى كده. هنرصهم بقى كلهم كده دوائر دوائر. بصوا التمانية كده اهو حوالين داير. خلاص وبعدين هندهنهم بالبيض. هندهنهم بصفار البيضة اللي متضاف له معلقة لبن. بصوا يا جماعة اهو بيض ولبن هندهنهم كده. ايوه. ونحط عليه سمسم وهو في الفرن ولا بعد ما يطلع؟ لا دلوقتي. ونحط عليه سمسم. خلي ايدي ايوه اهو. ويخش الفرن ولا نسيبه يهدى؟ لا لازم تتضاعف الحجم بتاعها لمده ساعه. اوكي بعد كده تخش الفرن. بتقعد قد ايه؟ بتقعد حوالي 25 دقيقه وراقبوها عشان ما تغمقش. فرن فرن 25 دقيقه. فرن 180. هتطلع هتطلع لنا زي دي. زي دي حلوه قوي. فيري نايس. مبسوطة؟ قوي. مش حاسك بس اوكي. مبسوط. عيني في عينك. اهو. ماشي. طيب احكي كده الناس لغايه دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا فطيره التونه بالعجينه اليابانيه وهنعمل بقى الجاتو شاتو دلوقتي. جاتو شاتو. جاتو شاتو. شاتو يعني قصر فده جاتو القصر. اكيد ليه قصه. وكانوا الفرنساويين زمان بما ان اسمه فرنساوي كانوا بياكلوه في القصور الملكيه الفرنسيه عند ماري انطوانيت.
طيب نسمع اغنيه ونرجع بعد كده نعمل الجاتو شاتو او شاتو جاتو او زي ما انت قلتي. هنسمع دلوقتي يا حلوين كوبلي من دارت الايام لكوكب الشرق ست ام كلثوم بصوت مؤمن خليل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا الله. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. أهلا وسهلا يا أوفي، بقطع عليكي بالغلط من كتر ما أنت بتعملي حاجات غريبة النهاردة. دي شخصية غريبة جدا. اي نو هيقطعوها. لا مش هيقطعوها، لا خالص. لا عادي. طيب اوكي. من ساعة لما لبستي ابيض واسود ليلتنا بقت رمادي. ده فستان. ايه اللي فستان؟ ده فستان. مش تيشيرت؟ نو. ماشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قبل الفاصل عملنا ايه؟ عملنا كيكة بالعجينة اليابانية، كيكة فطيرة. فطيرة بالعجينة اليابانية. حلوة. بالتونة. حلوة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده جاتو شاتو، ده جاتو سهل جدا جدا، كل بنات الجامعة لازم يعملوه لانه اسهل من السهولة. عشان لما يجي لهم العريس يقدموه. بس كده. والحامة بقى وكده. يسلم ايد اللي قطعه. انا. برضو. في كل الحلقة طول الوقت. أنا اللي قطعته يا جماعة، شفتوا حلاوة بالقشطة. أعمل فيهم إيه؟ هيجننوني وأنا أصلاً مجنون خلقة. صح يا مهند؟ صح. ها؟ مفيش حد يعرف يقطع زيي. مفيش حد إيه؟ يعرف يقطع. بقى ما تستفزنيش أنا دلوقتي. خطيرة أنا. بص. خطيرة أنا؟ سلامتك. بقول لك إيه؟ قولي المقادير دي. الله خلصيني. حلو الشوكولاتة اللي هو اسمه جاتو شاتو، كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام، بيضتين، نص معلقة صغيرة فانيليا، كوباية دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح. الكريمة بقى اللي على الوش، كوباية كريمة خفق باودر وكوباية لبن. الله. بس وبس. بس يلا
زينب في الخلاط الكاتو ده سهل بقى بشيك. الباليرينا بتاعتنا، انا مسمي اصل الخلاط ده الباليرينا عشان بصي عامل كده في هنا هوت، تحس انها راقصه باليه. باليه يلا. اللبن اللبن معاه، اللبن حطيناه الاول خلاص، ومعاه السكر. يلا بيت سكر دواري. خلاص سكر غير يحطيه كله عشان تترمي. كيكيو وكاكاو ماشي. ده ايه؟ الفانيليا ماشي. هنبتدي نضرب، ممكن نستغنى عن الفانيليا مفيش مشكله. ده ترتوب ويا لغايه اما كوباية زيت. ها فاضي تحط لغاية ما خلاص تقل فاضي. المفروض ان هو يتقل. هنيجي بقى في حاجة تانية؟ لا ها تقل؟ لا تقل تقل. وريني كده. لا مش هحط، هياخد مني. وريني. لا تقل طبعا. تمام. تقل شوية؟ فين؟ في المجدة؟ هاخد منه. بصوا بصوا بصوا، شوكولاتة في شوكولاتة يا أولاد. بصوا الحلاوة. أوبا. عايزة قد إيه؟ كوباية. أوبا كمان؟ ريحتها تجنن. بس كده. يلا خلاص هنكمل بقى فيه. أعمل إيه؟ هنكمل فيه. هنحط حاجات تانية. هنحط بقى، نضيف البيضتين. يعني هناخد من الحاجات دي مقدار كوباية، وبعدين هنحط البيضتين صفار وبياض. وبعدين البيضتين وهندور. وهتحطي، طب ما تحطي بقى الحاجات كلها وخلاص. ما ده خلاص. ده ايه ده؟ بيكنج باودر. بيكنج باودر و والدقيق. بس كده مش هيلف. ولو ما لفش هنحط شوية زيت. زيت زيت ولا مية؟ ومية الاتنين. طب استني كده نجرب الأول، اديله فرصة. شوية مية؟ حط مية؟ أو ممكن نحط شوية لبن خلاص. مين؟ لبن أو مية. أحسن برضه. أوعي يفرقع في وشك. لغاية ما يحصل إيه؟ عايزين نقلبه. عندك بتسول؟ عايزة إيه؟ عايزة أقلب. لا 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 خلاص خلاص، تعالي تعالي. تعالي يا اميره، هو انا قلبته. ما هو عشان هننزله هنا بقى. فين؟ في الصينيه. امال هنا هتعملي ايه؟ هنعمل الكريمه. خلاص كده؟ خلاص اسكت بقى. هنا حطيت زيت، دهنت الورق زيت. ريحته تجنن. بصوا يا اولاد، صينيه فيها ورقه زبده. 20 في 30. هنروح منزلين هذا الشيء. يا وادي يا وادي يا وادي يا وادي يا وادي. الكيك ده هيبقى ارتفاعه حوالي سنتي سنتي ونص، ولما ينفش هيبقى ارتفاعه حوالي 3 سنتي، فهيبقى يعني كيك حجم، يعني حجم الكيك لا بأس به، يعني حاجة كويسة جدا. صرحيها دلوقتي، هتشوفوا دلوقتي عامل ازاي. هوزعه كويس، هيخش الفرن لمدة من تلت ل 25 دقيقة، درجة حرارة 180. خلاص خلاص. هيطلع. تعال 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 تعال. يخش الفرن قد ايه؟ درجة حرارة 180. 180 اوكي. يقعد قد ايه؟ 25 دقيقة. 25 هتطلع لنا كده. ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هنطلعها ونطلع الورق. عايزه طبق ولا ايه؟ انا اروح. لا اهو الطبق ده. لا هنرجع نرجعها تاني. فين؟ احنا عايزين نرجعها تاني الصينيه. بس عايزين نشيل الورق. اوكي ماشي. نشيل الورق وهنرجع نرجعها تاني الصينيه بقى من غير حاجه، يعني علشان نقدر نشتغل فيها.
مظبوط مظبوط عشان هي بتبقى رقيقه قوي. هزيها بقى كده بس خلاص. بنيجي بقى في ال اي هاند بلندر اهو هنعمل ايه؟ هنعمل الكريمه عباره عن لبن و لبن و بودره بودره كريم شانتي او او كريمه لبين. ويا ريت اللبن يبقى ساقع. بعدين هيتضرب هنحطه على الوش. سهله قوي. وبعدين هنحط الشوكولاته دي على الوش. سهله الوصفه سهله. بس هندخلها الثلاجه الاول قبل ما نحط الشوكولاته كله على بعض. لا دي تخش الثلاجه طبعا. يعني تخش الثلاجه وبعد كده نحط الشوكولاته في الاخر. ثانيه واحده لسه ما مسئل. لما تسال على مهلها. الكيك بيبقى اصغر شويه من الـ من ال ما يجراش حاجه يعني. تقلت؟ لا عايزين تتقل خالص. لازم تبقى تقيله خالص علشان تمسك. ممكن تدخلها الفريزر لمده ربع ساعه تتماسك كويس علشان لما نيجي نحط الشوكولاته على الوش الشوكولاته تتفرد ما تغطس في الكريمه. بصي اهي. تمام. يلا عايزين بقى سباتيول تاني. هجيب لك كل حاجه تعالي وريها بس انت للناس عشان يشوفوا قوامها قد ايه. جامده جدا اهي. ماشي هنروح حطينا على الكيك اهي. بص نزولها حتى بيبقى صعب يعني. ماشي وهنفردها على الكيكه وندخلها الثلاجه تجمد. تجمد. وبعدين هنحط بقى ايه الشوكولاته في الاخر خالص. شويه الشوكولاته اللي عملناهم في الاول وخدنا منهم كوبايه قبل ما ننزل البيض. اوكي هو كده البيض. احنا دخلناها في الفرن صح. بعد كده هنروح منزلين عليها بعد ما تطلع من الثلاجه صوص الشوكولاته ده. ايوه صح كده بالظبط. وتبقى دي جاتو شاتو. جاتو قلتي جاتو شاتو وات وي اسمه ايه؟ جاتو شاتو. جاتو شاتو شاتو جاتو. شكرا. احكي لنا عملتي ايه النهارده كده من البدايه. عملنا فطيره بالعجينه اليابانيه بالتونه والجبنه الشيدر وعملنا جاتو شاتو. بشكرك اللي انا مقطعه مدوره. شرفتينا ونورتينا. بهذه المناسبه هنسمعك زينه عشان انت زينه سنزونه خالص. صح كده؟ ايوه. للموسيقار فريد الاطرش. وبعد كده بعد ما نسمع هنروح للاستاذ الدكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. زينة 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 زينة
يا ست شريهان بنبعت لك الف سلام وتحيه. احنا حاطين الاغنيه دي مخصوص عشان كل اسبوع نبعت لك الف سلام وتحيه انا ونسمه الجميله. حصل ونحبك على طول. ونحبها على طول. طبعا. اخبارك ايه؟ عامل انت ايه؟ حلوه. اخبارك ايه؟ اتكلمنا عن ايه النهارده بقى؟ ايه القصه بقى اللي انت عايزه تقوليها؟ بص بقى انا فكرت يا استاذ شريف. ايوه استاذه نسمه. وبعدين لقيت ان انا عندي هذا الشيء الجميل او انا اشتريته من الاقصر. ده ايه ده؟ اشتريت هذا الشيء الجميل برضه. مكحله دي ولا ايه؟ مكحله. وده الكحل اللي هو كانت جدتي بتستخدمه لانه انا ما كنتش بفهم ابدا هي بتعمل ايه الحقيقه. بس زمان لما كان مكحله كانت فضه. لا دلوقتي ده يعني ومش بستخدم دي عشان انا بحس ان هي هتقع بس يعني جبتها شكلا يعني. بس ده الكحل الكحل طبيعي. فايه بقى قصه الكحل الطبيعي؟ وايه قصه المكحله والكحل اللي احنا بنستخدمه كل يوم او منتشر في العالم كله؟ ليه حدوته؟ فانا طبعا ما سكتش رحت جبت الحدوته. الكحل ده هو المسكره؟ ما تلخبطنيش بقى. وبعدين ما ينفعش. ازاي الكحل هو المسكره؟ هو ازاي؟ اللي هو اسمه الاي لاينر. ايوه بتاع ده اللي فوق. هم زمان برضو كانوا بيحطوه فوق وبيحطوه تحت بس هو كان اسمه كحل عادي يعني. احنا خليناه بقى ده حاجه وده حاجه ويعني الشياكه ونبيع. اوكي. المهم الكحل بقى طلع ايه الحدوته بتاعته؟ ايه الموضوع بتاع الكحل ده وجه منين؟ الحقيقه ان الكحل ده موجود من ايام قدماء المصريين من العصر البرونزي من تقريبا 3500 ل 4000 سنه قبل الميلاد. بدايه وجود الكحل. خلي بالك الكحل من الحاجات الموجوده في الحضارات المختلفه. الكحل عند قدماء المصريين كان بيظهر بشكل متجلي جدا في رسومات رع. صح. وازاي عينيه كانت محدده تحديد دقيق جدا جدا جدا. طيب الكحل ده بقى اصلا بيتعمل منين؟ بيتعمل ازاي؟ اتطور ازاي؟ الحقيقه ان الكحل ده عندنا في مصر القديمه كان بيتعمل من حاجه اسمها الجالينا. الايه؟ جالينا. يا غالينا يا جالينا. هي بتتكتب بالغين وبالجيم. هحكي لك قصتها. في بعض الدول الاخرى بيتعمل من حجر اسمه حجر الاثمد. الاثمد ده الناس بتتوقع ان الكحل ده معمول من حجر اسود، لكن الحقيقه ان الحجر ده في الطبيعه مثلا الاثمد المغربي هو لونه فضي، والاثمد الشامي هو لونه احمر مسود، وبيطحنوا وبيتخلطوا علشان يطلع منهم الكحل. احنا عندنا في مصر القديمه كان بيتعمل من الجالينا، ومصر او قدماء المصريين كان الكحل عندنا بنستخدم لونين. ده انا حطاهم النهارده شفتي وانا بلعب. عاملين كنا بنستخدم اللون الاسود والاخضر. الاسود كان بيجي من حاجه اسمها الجالينا، ودي اللي هي الماده الخام للرصاص، هي الشيء الطبيعي لكبريتيد الرصاص. يا لهوي بتحطوا ده في عينيكم؟ طب استنى عشان احكي لك. استنى عشان الكحل ده مش بس بيستخدم بقى في الزينه، ده بيستخدم في الزينه وفي التعبد وفي العلاج. انا عارف انه في العلاج. الجالينا بقى الاسود ده موجود اصلا فين مكانه؟ موجود في المناطق القريبه من اسوان وساحل البحر الاحمر. والاخضر كانوا بيعملوه يا اما من النحاس الاخضر اللي موجود اللي موجود في منطقه سيناء والصحراء الشرقيه، او كانوا بيعملوه من المرمر الاخضر، وكانوا بيعتبروا ان المرمر ده جاي من الالهه حتحور الهه الحب. اوكي. كان بيتاخد الاحجار دي وكانت بتطحن بتعمل منها زي بودره، وبعدين بيتم تخفيفها زي البودره دي معموله من بودره. اوكي. بعدين بيتم تخفيفها، بتتخفف بقى يا اما بميه يا اما بزيوت نباتيه يا اما بدهون حيوانيه، واوقات كانوا بيخلطوا معاها اعشاب زي الزعفران او اعشاب تانية بتبقى مفيده للعين. جميل. الكحل ارتبط عند قدماء المصريين بنوع من انواع السحر، وكان بيتقال ان الكحل ده بنستخدمه عشان نستدعي رع او حورس. الكحل اللي كانت بتستخدمه حتشبسوت كانت بتستخدمه من اللبان المتفحم، يعني بتجيب اللبان. تفاكر رحلات بونت؟ وبلاد بونت من اوائل البلاد اللي كانت بتتعامل بالكحل، والكحل عندهم كمان ليه معاني وليه حاجات هحكي لكم عنها كمان شويه. من اطيب شعوب الكوكب شعب الصومالي. طبعا. وعندنا اشهر اتنين ملكات من مصر القديمه مشهورين برسمه الكحل بتاعتهم. طبعا هو رسمه الكحل المصريه القديمه اللي هي العينين المفتوحه والخطين والحاجات دي من اشهر الرسومات لحد وقتنا ده،
كانوا بيستخدموها عشان توسع العين وتزين شكل العين بشكل كبير. اشهر اثنين ملكتين كانوا بيستخدموها كانت نفرتيتي وكانت كليوباترا، والاثنين كانوا بيستخدموا على الجفون من فوق ازرق، وكانوا بيستخدموا الكحل اللي هو زي الايلاينر من فوق ومن تحت اسود. خلاص. طيب احنا بقى ايه الاستخدامات بتاعه الكحل اللي هو بيقول لي بتحطه ده في عينيكوا وازاي؟ الحقيقه ان الكحل، ده من الحاجات اللي بيستخدموها من ايام قدماء المصريين عشان تحافظ على العين من اشعه الشمس القويه. وكان في معتقد ان الجلد اللي حوالين العين بالظبط لو مدهون بطبقه سوداء فهو بيحافظ على العين من اشعه الشمس، وبيحافظ على العين من الاتربه المختلفه. ورسمه العين بالكحل بتوسع العين، وكان بيقال انه كمان بيقوي النظر. بلاد بونت من اوائل البلاد اللي كانت موجوده في افريقيا اللي كانت بتستخدم الكحل، والستات بيستخدموا الكحل باشكال مختلفه، وكانوا بيرسموا الكحل مش بس عند عينيهم، كانوا بيرسموه كمان على حاجات في وشهم. يعني في الرسمه دي الخط اللي هو من الشفه اللي تحت لاخر الدقن، ده كانوا بيستخدموه عشان مين متجوزه ومين مش متجوزه. فكل حاجه كان ليها دلاله في الكحل. الجزيرة العربية من أوائل الناس اللي استخدموا هم كمان الكحل من أيام العصر الجاهلي. من أشهر الستات العربيات اللي استخدموا الكحل هي زرقاء اليمامة. ودي كانوا بيقال أن نظرها كان ثاقب لدرجة أن هي بتشوف الشخص على بعد أميال. والكحل بتاعها كان مميز جدا جدا جدا. دي كده بشكل مختصر الكحل بالحاجات بتاعته المختلفة. اللي مش بس كده بقى، احنا كمان الكحل ده لو تفتكروا الأطفال زمان كانوا أول ما بيتولدوا بنكحل عينيهم. ليه بقى بنكحل عينيهم؟ ليه؟ علشان ده بيحافظ إن نظرهم يبقى قوي جدا. وفي معتقد تاني إن ده بيطرد العين والحسد من عليهم الأرواح الشريرة. وكان لازم يكحلوا الطفل قبل المغرب. ياه. ليه؟ كان في معتقد بيتقال إنه دايما بعد المغرب بتبقى الأرواح الشريرة حاضرة أكتر والحاجات دي، فما تعملش حاجة بعد المغرب. يعني بعد أذان المغرب ما تعملش حاجة. خلاص. يعني الصبح ما فيش أرواح شريرة؟ مش كتير زي بتوع فيها. وكان في مثل اتقال على الموضوع ده. كان بيتقال كحال النهار زينة وكحال الليل حزينة. يعني ما تتكحل بالنهار ده زينة، ده حلو. لكن بالليل ده حزن. يجيب لك نكد ويجيب لك حزن ويجيب لك شر ويجيب لك ناس كتيرة بقى من الوحشين الشريرين. أوكي. في خالتي، في ستي ستي نوجة قالت لي ان شاء الله حاجات ليها علاقه بالكحل برضو. يا الله. بص بقى يا سيدي، في عندك طبعا اشهر مثل موجود ليه علاقه بالكحل، جه يكحلها عماها. عماها تعرف ان هو كان ليه حدوته صح؟ انت قلتيها بقى. اه فاكرها؟ يعني هتقوليها؟ انا هحاول اشوفك انت هتفتكرها ولا لا. استحاله افتكر طبعا. ليه سهله؟ انا عندي زهايمر. دي سهله جدا. لا لا مش فاكر خالص. طب انت فاكر احنا قلناه؟ ما احنا قلناه. اه بس انت يعني قبل كده جيت تكحل حاجه عملتها؟ انا اتوقع ان انت من الحاجات دي عادي ممكن تبقى عملتها. جيت تكحل حاجه عملتها؟ اه. مش عارف. طب ايه قولي كده؟ جه كحلها عماها، يعني جيت تعمل حاجه على اساس ان انت تخليها حلوه مثلا او بوظتها؟ لا طبعا. لا طبعا؟ يعني مثلا زعلان مع حد رحت تتكلم معاه فبدل ما تصالحه قلت له كلام الخناقه زادت، مفيش. جه كحلها عماها. اه لا انا عارف. طب شفت شخصيتك اهو، انا لسه قايله ايه، انا عارفه متوقعه ان ده ممكن يبقى حصل يعني. لانه عندهم قدر من الغباء. انا مالي؟ هما مين؟ اللي انا رايح اصلح، انا رايح اصلح حد. اه. وانا اتفاهم مع بعض. اه. فيروح عانى. ما انت ممكن تبقى انت رايح بتصالحه بالطريقه اللي هي مناسبه ليك اللي هي مش مناسبه ليه. لا انا بزعل من حد او كده. بقول له خلاص اللي حصل حصل، خلاص نطوي ده ولا عايز نفتح الموضوع؟ ممكن يقول لا نفتح الموضوع. طب تعالى بقى نتعاتب ونشوف مين اللي غلطان ومين مش غلطان، واللي غلطان يعتذر. اوكي. بس وانا لو غلطان بقول انا غلطان، انا اسف. بس فهما بقى مش غلطان وهم مصممين. انا لسه هقول لك، مش يمكن انت مش شايف ان انت مش غلطان؟ لا ما انا بسال. بتسال مين؟ بسال اللي حواليا. انا حصل كذا كذا كذا. ايوه بس اللي حواليك دول بيبقوا سمعوا من طرفك مش من الطرف التاني. اه لازم من طرفين. اه بيبقوا سمعوا من طرفين. اه انا فظيع في الحته دي. اوكي ماشي. وعندي قدره لو حد قال لي لا طب انا مش عايز حد يعرف اقول له لا خلاص، يبقى ما هو لازم حد يعرف، وانت تحكي وانا احكي وخلي حد يحكم، ما تبقاش جبان. ما هو اللي بيقول لي لا ما تقولش هو جبان، يبقى عارف ان هو اللي غلطان يعني. انا ما فيش على راسي بطحه. فاقول له لا لازم حكم. فنروح جايبين الحكم.
قدامه انا عملت كذا 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 وقلت كذا كذا وتصرفت بالطريقه الفلانيه 1 2 3 4 احكي. يروح حاكي بنسبه 99% بطلع انا اللي صح. ده بجد مش هزار. ماشي. اصل انا بحاول احسس على الناس على قد ما اقدر وبتعامل مع الناس بطريقه لطيفه وبكبر بخاطر الناس بطبطب. في بقى ناس بتشوف كميه الطبطبه دي بتاخد على كده يفتكروا ان ده مش عارف الكلمه اسمها ايه. في كلمه كده بيقولوها او جمله مش عارفها. مع ان عارفه بتعملي حاجه لحد وانت مش مطالبه انك تعمليها فهو يعتبرها بتتاخد ان هي حق مكتسب. ايوه هي البتاعه دي الاستحقاقيه. ايوه استحقاق وحقك. لا ما هو انا مش مش عشان انا لطيف وبعمل كذا 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 بس يعني مع الاسف الاستحقاقيه دي بشعه. بس يعني الناس مش بتعملها. كل مشاكلي في الحته دي. طب انا معاك لطيف معاكي لطيف عمال ابقى لطيف ابقى لطيف ابقى لطيف. في ناس بتاخد ان انت لطيف دي انه مش بس حق مكتسب ان انت ده اخرك انك مش هتعرف تعمل حاجه. ايوه حطيه في بطنهم بطيخه صيفي. فبيبقى رد الفعل بالنسبه لهم صادق. فلما اجي بقى اتغير لا خلاص انا كفايه كده مش هكمل بالطريقه دي كفايه كده بالظبط. فيحصل شبطه فاقول لا طب تعالى لي بقى من الاول. طب انا عايز احكم انا اللي بطلب انا عايز حد يحكم. في الغالب الطرف الثاني بيقول لي لا مش عايز حد ما تقولش. يبقى تسكت خالص. بقيت حد من طرفك يحكم. لا يبقى انت على راسك بطحه. وانا بخرج زي شعر من العجينه على فكره انا بعترف. عشان انت ايه؟ عشان انا ايه؟ سوسه. انا سوسه طبعا. انا سوسه. بس بصي يا نسمه انا عمري ما اظلم حد. لا مش لا انا فاهم انت مش بتظلم حد بس انت من الناس الحذره بالزياده اللي هو انت يعني عارف اللي هو ايه يعني ما حدش يمسك عليك حاجه يعني صعب. واخد بالك بس انا مش واخد بالي. لا مش حاجات واخد بالي. أمال إيه؟ انا بحب ادلع الناس انا دي طبيعتي. ايوه انا بحب اتكلم على الناس. ان انت بتدلع الناس. انا بحب بتكلم في المطلق. بحب ادلع الناس اللي حواليا. ايوه دي حاجه حلوه لانهم لما الناس اللي حواليا تبقى مبسوطه انا هتبقى مبسوط اكيد. فما اقعدش ادلعك ادلعك دلع مرق. حتى صحابي ساعات بيقولوا لي انت كده يو ار كريتنج ا مونستر يعني انت كده بتخلق دي حقيقة. وحش وحش وبعد كده ما بتعرفش تتصرف. مع الاسف. مع الاسف. مع الاسف. وما بتعلمش مش مشكله. وحش يلا في 60 ده الوحش نخلق وحش تاني. بس انا مبسوط. بس طاقه طاقه طاقه. احنا ورانا ايه؟ لا مش احنا ورانا ايه ليه؟ هو ايه الفرهضه دي؟ انا احب كده. لا ما احبش كده خالص. انا يعني بزعل بقى. انا بتضايق لما ابقى حد انا كنت كويسه جدا معاه وزي ما انت بتقول بدلع فيهم وبسايس وبعمل وبتعلم وكل حاجه وفي الاخر الاقي انه لا ده عادي ده المفروض. لا هو مش المفروض. مش المفروض خالص. قله الادب دي. وبعدين خلاص يعني لا بزعل بقى ان انا ضيعت وقت في ان انا اعمل مع حد حاجه وهو قليل الاصل بقى. كان عندي بزعل. شغل في البيت عمال من شهر كده. فأول يوم جم اشتغلوا شاطرين شطارة فظيعة بصراحة. فرحت قلت للبوس بتاعهم البيج بوس بقى الكبير بتاعهم ايه الشطارة دي والنظافة دي برافو عليكم حلو انتوا فلة جميل. فالكبير الأكبر قال لي انت ليه رحت؟ قلت له كده. قلت له الناس زي الفل. قال لي طب ماشي تقدير. تاني يوم بقى يا نسمة ايه عينك ما تشوف الا النور. ليه بقى؟ ناس تانية مبلطين بقى وكل حاجه مش عايزين يعملوها وحاجه بقى. رحت قلت لهم هو انتوا بتوع امبارح انتوا ازاي انتوا غريبه قوي تخيلي. اي بس من يوم من يوم من كلمه هم جم قعدوا 48 ساعه. اي بس ده يعني ده شيء عجيب. والكبير بتاعهم قال انت ليه رحت قلت لهم كده؟ طب شوف بقى بكره هيعملوا ايه. ايه ده بس من يوم انت مستوعبه؟ لا طب يعني لا ده بس انا مش يعني انا اتصدمت. طبعا انا كل ده عشان انا بقول لكم عشان اشجعكم. أيوة. بقول لكم علشان تبهدلوا الدنيا أنا يعني كل ده عشان ازاي انتوا شاطرين. طبعا تتنططوا عليا. بس انا الشاطر بقول لهم انت شاطر. ايوه انا بحب اشجع الناس طبعا. ولو ما هيتنطط عليا هقول لهم مع السلامه. بالظبط. الموضوع بسيط قوي يعني. انا مش محتاجه. بس انا ما بحبش الطاقه يعني اللي بتروح دي بقى طاقتي يعني فرهده. لا فرهده. ما انا اصل اللي بقيهم بعمله كده يلا مشي مشي فاهمه. بس انا بقى عشان عندي كلبه هربت. هربت عملت فيها ايه عشان تهرب؟ عندي كلبه هم 11. في منهم واحده كانت الفه كده فظيعه. بصي يا نسمة الكلبه كانت فظيعه. وعندنا احنا في يعني جنينه قسمنا حته فيها الكلاب وحته
ممنوع يخشوا فيها. اوكي. دي كانت بتنط عشان تدخل. من فوق الباب تجري تجري وتقفز والباب عالي. انت انا اول مره شفت ده جالي صدمه. والناحيه الثانيه في باب ثاني بقت وفي شجره بقت باب عالي جدا. انت يعني الباب علو المشربيه دي انت مستوعبه انا بقول ايه؟ هي بتنط؟ عارفه بقى تطلع ايه؟ تطلع ثلاث خطوات على الشجره وتبقى ومن دلوقتي فوق وتروح نازله. يا بنت اللذينة احنا مش عارفين راحت فين؟ هي اختفت. هي ليها حاجه واحده. اصل انا في مره كلبه من عندي في الغالب وانا داخل بالليل بالعربيه وفتحت الباب عشان اخش الجراج فهي في الغالب كانت نطت من الجنينه الثانيه وجت وانا ما شفتش وهي طالعه. مفيش حل غير كده. يعني مفيش حل غير ولفين عليها لف ثلاث ايام. بس هي في العادي كانت بتطلع تنط وتعمل الحركه دي؟ هي لا هي طلعت من الباب وانا داخل في الجراج. هي ما ينفعش تطلع يعني ما ينفعش تنط من سور البيت. نو واي. سور البيت عندنا 6 متر استحاله. هي في الغالب وانا داخل ساهتني وطلعت ما جاتش. طب انا هحكي لكم بقى حته قصه فظيعه هتعجبكم. احنا في بيتنا بنحب الحيوانات والطيور جدا. زمان من يجي 40 سنه مثلا كان عندنا بغبغان بيتكلم فظيع. وكان مميز قوي انه كان هو بعين واحده. وكان اسمه كوكو. وكان بيتكلم طليق اللسان. لا فظيع. فالمهم مره لقوا ما لقوش في القفص. حد فتح القفص نط في الجنينه وهو بيقرم. هو من اللي بيعضه. كان عندنا حد بيشتغل كان قاطع له الصباع. دي بتوجع قوي. طيب. فحد اخده. فالمهم بابايا مره كان ماشي في وسط البلد بالعربيه لقى ناس ملمومه ومش عارف ايه ويبص كده البغبغان الفصيح قال ايه ده شبه البغبغان بتاعنا. نزل العربيه اول ما شافه لانه مميز قوي انه ما عندوش ندى صاحب المحل قال له بص البغبغان ده مسروق من البيت الفلاني وهقول لك الاسامي اللي هو بيقولها. وهو والبغبغان وبابايا ابتدى يقول له ويقول وراه يقول كل الاسامي بتاعت البيت. حافظ كل. هو كان ذكاء خارج. الراجل خاف قال له حاضر. راح حاطط له في قفص ومديه له. طب ازاي اللي سرقه؟ كان بتاع جدتي الله يرحمها البغبغان ده. ابويا بقى رجع لجدتي طبعا بكوكو. انا عايز اقول لك طب دي لحظه انتصار. طب انت عارفه بقى والبغبغان دي بتحس جدا. وكان عندنا واحد تاني قعد عندنا 26 سنه. عارفه مات امتى؟ امتى؟ لما جدي توفى بعديها باسبوع. عشان والدتي كانت زعلانه جدا وبطلت تلعب معايا وكده. كنا في فتره حزن لان ميت. يا حبيبي يكتئبوا. لا بس انا يعني كنت لسه بتكلم مع جميله في الموضوع ده ان انا مش بستسلم. يعني مفيش حاجه اسمها اتخطفت تاهت. انا في كلبه من عندي في عربيه دست عليها ماتت؟ لا يعني بابايا ساعتها كان جاله انهيار عصبي جنبها. طبعا قال لك خلاص بتموت ما فيش اوبشن. وبعدين عالجتوها ازاي دي؟ صعبة. خدتها وطلعت بيها على المستشفى ولحقتها وعاشت. لا بمناسبة بقى الحيوانات المنطقة اللي انا ساكن فيها بيوت كبيرة ومربين قرود. مالهمش. وساعات بقى القرود دي بتنطلق وتيجي عندنا. لا لا لا. واحنا عندنا شجر مانجا. ما اقولكيش. ما اقولكيش بترعب. طب وايه؟ ويمشوا على السور. يا نهار احوس. والكلاب عندنا كلاب برضو. كتير الكلاب بقى تقعد مش تصوت. طبعا تجعير. لا 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 ما احنا اول ما نلاقي كل الكلاب مره واحده كده يبقى في قرد. طب وبيرجعوا ازاي ولا ايه؟ لا ملناش دعوه. طب يعني افرض هو بره وانت عايز تخرج هتعمل ايه؟ لا لا بنخرج. لا هو ما بينزلش تحت. هو بيجري على السور وتلاقيه عمال يتنطط على الشجر. ونتكلم بقى احنا السكيورتي ولا حاجه تعالوا في قرد. اول ما بيجوا مشي. بس في واحد مره بات ليله في الجنينه والكلاب قعدت 24 ساعه تقريبا بتنطط. يا نهار. طب ايه انا عايز اعرف بتعملوا فيهم ايه؟ لا ما بيعملش فيهم حاجه بيجروا. يعني افرض نزل. لا ما بينزلش. افرض بقى. لا لا ما بينزلش. اسكتي بقى. ما هو يعني اصل حاجه مرعبه. ما تكلموا الناس اللي عندهم قرود يقفلوا عليهم. لا كميه ناس كتير قوي. كميه ايه وليه اشمعنى القرود يعني؟ نسانيس. مش قرود يعني. نسانيس ده كان قد كده اهو. يعني واقف على السور ويعني طوله قد كده اهو. مش هو مش نسناس. هو ده كان قرد. لا 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 ده شيء مرعب جدا صراحه. انا فاكره مره زمان مش فاكره كنت في حاجه من الحاجات اللي هي بيبقى فيها. والله ما فاكره كنا فين. عارف وبنبقى معديين بمركب وفي مكان كده بيبقى فيه قرود كتير. ده في مصر؟
بس انا مش قادره افتكر ده كان في سفريه ولا كان في مكان هنا من الاماكن اللي بيبقى فيها حيوانات. انا حصل لي ده بس في بوكيت في تايلاند. لا 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 بس انا جالي صدمه جم بس الحمد لله يعني ما جوش عندي انا بس جم عند الناس اللي في المركب وانا صريخ صريخ مصيبه فضيحه حصلت طبعا. انت النهارده شرفتينا ونورتي. ده انا ما لحقتش احنا بس حكينا لا حكينا حكايه القرود والكلب بتاعي اللي ضاع وهرب والكلبه بتاعتك اللي اتداست شفنا كويس. سلينا المشاهد اهم حاجه سليناكم شكرا وي لاف يو. هم المشاهدين بيحبوا الحكايات بتاعتنا قوي بصراحه. نورتينا شكرا. اشوفك الاسبوع الجاي على خير. نسمه مدحت خيال دلوقتي سامعك رهيب. ايه رهيب رهيب والله رهيب والله رهيب فعلا. استاذ عبد المجيد عبد الله يا هلا. نسمعها بعد كده فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ احمد ابو دنيا مصمم الازياء ونشوف 12 فستان زفاف. خليكم معنا لو سمحتوا. مزيكا اللهم اكبر غلط ينبض بحبك فؤادي. من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. اللهم اكبر غلط ينبض بحبك فؤادي. يا ملاك من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. حلو المحاسن وجه القمر والغزال حبك فيها القلب ساكن وطبات عدى الخيال. جمعات حلو المحاسن وجه القمر والغزال حبك بها القلب ساكن وطبات عدى الخيال. القمر عندك رمادي وانت البعيد القريب رهيب والله رهيب. اوبا اربعة شارع we'll be right back.
النهارده بيجي لنا مخصوص من دمياط، وهو بيشتغل في دمياط وفي المنصوره، راجل فنان استاذ احمد ابو دنيا، مصمم الازياء اللي مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. والكولكشن الملوكي الحلو اللي انت عامله. بس خلينا نفكر كده مشاهدينا، انت بدات في عالم تصميم وتصنيع فساتين افراح وفساتين سواري. تمام. من امتى؟ من تقريبا 12 سنه. اوكي. ايه اللي خلاك تتجه الاتجاه ده؟ هي في الاول كانت صدفه بصراحه، يعني كانت كشغل مش اكتر. أوكي. بعد كده حبيت الموضوع، وزي ما تقول لقيت نفسي في الزفاف، في الويدنج، في الازياء عامه يعني. اوكي. عجبك الشغل؟ اه. طيب بدات في دمياط، واهل دمياط مشهورين بالشغل انهم مجتهدين جدا. بالظبط. وبيطلعوا منتج بجوده عاليه، سواء في الفساتين، سواء في الموبيليا، سواء في الاكل. بالزبط. يعني كل حاجه انتم مشهورين، انتم اهل دمياط من الناس اللي بتشتغل كويس قوي. ويمكن ما عندكمش بطاله اعتقد. لا لا، كل الناس صعبه جدا. صعبه جدا. صعبه جدا في دمياط. اوكي. طب ما تاخدوا من الحتت اللي حواليك. بيجوا فعلا من كل المحافظات. اوكي. ايه السر تفتكر؟ دمياط دوله يعني محافظه حرفيه. احنا معتمدين على الحرفه من واحنا صغيرين، حتى ايام الدراسه بنخلص دراسه بننزل نشتغل مع والده ومع حد من قريبه، لحد ما الموضوع يعني بعد الدراسه خلاص بتبقى ده الاساسي بتاعنا. طيب انا يعني كنت دايما المتوقع ان اهل دمياط مشهورين بتصميم وتصنيع الاساس والتدهيب والاسطر والكلام ده. بالضبط. يمكن في الاونه الاخيره ابتديت اكتشف موضوع تصميم الازياء. حضرتك وكذا حد من دمياط وعاملين شغل محترف. بالضبط. ده من 10 15 سنه ما كانش موجود اعتقد، ولا كان موجود؟ لا، هو واحنا مش حاسين كان موجود، بس الموضوع اتطور اكتر. يعني الموضوع اتطور اكتر في الست سنين اللي فاتوا دول. أوكي. تقريبا. وهيك فاتح في دمياط وفي المنصوره. بالظبط. مظبوط كده؟ افراح و سواري. وسواري. طيب كلمني عن المجموعه اللي احنا شايفينها كلها فساتين هقول عليها ملوكي، فيها تطريز غني جدا. استوحيتها ازاي او بتقعد تصمم الموديل ازاي؟ هو الكوليكشن اللي احنا مجهزينه ده يعني كلاسيك شويه. حاجات كلاسيكيه. كلاسيكيه. مستوحينا من الازياء الفرنسيه طبعا. لان ده الاساس. هم ملوك في الحياه. صحيح. كل شغل يدوي. من الالف للياء فعلا يدوي. ما فيش فيه حاجه جاهزه، ما فيش مثلا دانتيل مستورد او اي حاجه من دي. كله مصري. كله مصري. كله مصري. دي حاجه عظيمه. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نشوف بقيه المجموعه. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا.
الله على الشياكة والصناعة المصرية اللي فيها دقة وشغل محترم وشهادتنا مجروحة طبعا في أهالي دمياط وشغلهم الحلو. وخلال نزل الفيسبوك والإنستجرام الخاص بأستاذ أحمد أبو دنيا مصمم الأزياء اللي النهاردة مشرفنا ومنورنا. بتبيع أكتر فين؟ لأهل دمياط ولأهل المنصورة؟ أهل المنصورة ومن محافظات كتير كلهم بيجوا لنا برضه المنصورة. مين أكتر؟ أكتر محافظة؟ أكتر محافظة المنصورة. المنصورة آه. أوكي. وبعديها؟ بعديها القاهرة. الله، وأهل دمياط فين؟ مش بينفعوك؟ بيجوا لنا المنصورة والله. بيجوا لنا والله المنصورة برضه. هو أنت مش فاتح شوروم في دمياط؟ فاتح في دمياط بس بيجوا لكم المنصورة؟ آه. لأن الكوليكشن الأقوى بيبقى في المنصورة. أنت اللي قلت. آه. خلاص بقى. أنت مش ناوي تفتح في القاهرة؟ هنفتح قريب إن شاء الله. فين في القاهرة؟ هيبقى في التجمع بإذن الله. التجمع الخامس. طيب. صدرت او بتطلع فساتين بره مصر؟ عملنا كده فعلا. اوكي. انت الفساتين عندك في بيع وفي ايجار؟ في بيع وفي ايجار. اه. اوكي. وتصميم والثلاثه. اه. يعني ممكن عروسه تخش تلاقي فستان عشان ما تشتريه بالظبط، وممكن تصمم لها حاجه وتصنعها لها مخصوص بالزبط. وممكن يبقى في ايجار. اه موجود. مين اللي ماشي في الثلاثه دول اكتر؟ الايجار طبعا. الايجار اه بسبب ارتفاع الاسعار طبعا. اوكي. الايجار لما الفستان بيتاجر بتخلي الفستان ياجر كم مره وبعد كده بتقول لا ده بقى خلاص كده هنركنه؟ يعني تقريبا اربع مرات بكتير. اربع مرات. اه. وبعد كده بتفكه وتبيعه؟ لا بيبيعه. اه بيتباع. اه. بيبقى معروف ان ده اتلبس كذا مره فهنبيعه بسعر منخفض. اه. مظبوط كده بالظبط. طيب تيجي نشوف اخر جزء؟ اتفضل. يلا بينا نشوف اخر جزء. مزيكا. فساتين افراح كلها احلى من بعضها. وبشكر ضيفنا النهارده اللي شرفنا ومنورنا استاذ احمد ابو دنيا مصمم الازياء، شرفتنا ومنورتنا. اهلا وسهلا بيك وتحياتي لاهل دمياط واهل المنصوره. يوصل طبعا. نورتنا. اهلا وسهلا. اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي. أربعة شارع شريف النهاردة عندنا في المطعم صينية أميرة عمران. عندك صينيتين؟ اه عندي صينيتين. فيهم ايه؟ أسياخ فراخ بالعسل وعاملة سلطة التفاح.
عامله الحلو تفاح على عليه طبقه مقرمشه كده من فوق. تخيل النهارده كده نرحب بالصديقه والزميله العزيزه استاذه دلال احمد مؤسسه مشروع دلال سيلفر لتصميم وصناعه الحلي. دايما انت ما اتغيرتيش ودايما شباب وروح حلوه. انت برضو ما شاء الله الله اكبر ما اتغيرتش. المشروع عباره عن ايه؟ المشروع عباره عن هاند ميد، يعني حاجات معموله يدوي من النحاس والفضه ومثقفه الشارع. الاستاذه الكبيره اللي كانت منوره في العالمين الجديده ايناس ثروت. النهارده بقى هتكلمي عليها. النهارده عندنا روايه اجتماعيه رومانسيه للكاتب شادي احمد اسمها ولك العوده. اتمنى لك حياة سعيدة هنيئة. أنا القفلة مش عاجباني. عندنا كمان النهاردة فرقتي مزازيكي مع مطربنا الجميل أستاذ مؤمن خليل. عايز تغني إيه؟ هنغني برشا. حبي لك برشا، روحي والهنا وعطشة، قلبي سلم لك عرشة وعقلي بحكمك يتأمل. برشا